إعلان هام وعلى جميع أولياء الأمور ضرورة الانتباه. أولاً، بالنسبة لمواعيد اليوم الدراسي للعام الدراسي 2021، فمرحلة رياض الأطفال من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 لثلث ظهراً. أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي، فمن الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر. ثانياً، عدد التلاميذ داخل كل فصل في جميع الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي لا تزيد عن 20 طفل في الفصل الواحد. ثالثاً، فور وصول واستكمال الكتب الدراسية، فسوف تعلن إدارة المدرسة عن مواعيد استلامها على صفحتها وفي نفس اليوم، فعلى كل ولي أمر تحديد من يقوم باستلام ندله في نهاية اليوم الدراسي، الأب أو الأم أو من يفوضه. وفي هذه الحالة فعليه إحضار صورة بطاقة من يقوم باستلامه أو إقرار من ولي الأمر بخروج الطفل بمفرده، وذلك للصفوف من الصف الثالث إلى الصف الخامس الابتدائي، مع تحيات إدارة المدرسة.